لقاء زي كده مع اعضاء نادي دمنهور وابنائهم المتفوقين. الحقيقه اهم حاجه في المرحله الحاليه في مصر هو بناء العقول، ازاي ما عندنا عقل ناضج عقل مفكر. حضراتكم وابنائكم هم الامل والاستثمار اللي جاي في مصر ان شاء الله. من هنا كان اهتمامي بالحضور مع حضراتكم وتكريم المتفوقين. ويمكن الاستاذ ايهاب وانا قاعد بتكلم معاه قبل ما ندخل على طول قال لي ان دول مجموعه قليله جدا من اعضاء النادي اللي هم حاصلين على مجاميع اعلى من 98 او 99%، ما شاء الله دايما متفوقين ودايما اعضاء النادي وابنائهم متفوقين، ودايما ان شاء الله نادي دمنهور متفوق، وان شاء الله الثلاث ماتشات الجايين نكسبهم ونصعد ان شاء الله. سقفه كبيره نادي دمنهور يا جماعه. مبروك طبعا المكسب النهارده وان شاء الله الثلاث ماتشات الجايين. الحاجه الثانيه النهارده انا كان عندنا حدث سعيد جدا، يمكن بدعو حضراتكم وبدعو كل الاسر ان يحضروا معرض دمنهور الاول الكتاب. ده اول مره يتعمل معرض دمنهور لاول مره في دمنهور 10 مارس، وان شاء الله كل سنه هيبقى 10 مارس لمده 10 ايام في مكتبه دمنهور العامه هيتم عقد المؤتمر والمعرض، وهنعمل معرض كمان ان شاء الله في رشيد. يعني الحقيقه وزير الثقافه بالتعاون مع الهيئه العامه للكتاب رحبوا جدا ان يتعمل في دمنهور اول معرض، والحمد لله كان معرض جميل النهارده، وبدعو حضراتكم لزيارته من بكره من الجمعه لغايه يوم السبت الجاي المعرض يفتح ابوابه. الحاجه الثانيه طبعا انا بسعد ان بكون وسط اهالي دمنهور وسط اعضاء مجلس اعضاء نادي العاب دمنهور وسط اهالي البحيره، انا بسعد في كل اللقاءات الاجتماعيه. بشكر حضراتكم جدا الحقيقه بكل الشكر والتقدير لكل الحاضرين. بشكر دكتور عبيد صالح رئيس جامعه دمنهور. بشكر اعضاء مجلس اداره النادي، انا مش عايز اذكر اسماء عشان ما انساش حد، لكن كلهم الحقيقه يعملون ويعملون من اجل النادي الاجتماعي. الكلمة الأخيرة ليا اللي بقولها لحضراتكم بقولها لإخواتي الصغيرين، إنه مبروك نجاحكم، مبروك تفوقكم، ومبروك وصولكم للقمة، وأهم حاجة تجتهدوا وتحافظوا عليها دايما، وكل سنة وأنتم طيبين وعام سعيد. شكرا جزيلا.